والله الكارتين دول بيردوا على بعض. اخيرا في تطور في الحاله الماديه عند الحوت الشهر ده. ميرسي يا لي. عجله الحظ ويل اوف فورتشن، اللي متعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي، الدنيا واقفه واقفه واقفه، باذن الله باذن الله يا رب ادعوا معايا كده، باذن الله هتمشي العجله، هتدور وهتلاقوا ان في تغيير في جوانب كتير من الحياه في كل الاتجاهات، تيسير ان شاء الله، تيسير في امورك يا حوت باذن الله. كوين اوف كابس، الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعه الاولى والثانيه، الحوت هنا قاعد بيفكر بعقله وقاعد بيقيم علاقه، وانا حاسه ان هو مترقب ومتربص للشريك بتاعه، حذر جدا جدا، ووصل الموضوع لحد التربص. معلش. Page of Pentacles، تطور مادي بطيء في المرحلة الأولى، يعني في أول الشهر يعني بطيء شوية، فخلي بالك من الصرف بتاعك، ركز في الحاجات المادية، إيه اللي أنت محتاجه وإيه اللي ممكن تستغنى عنه. الحوت إما بيمر في إما علاقة ثلاثية أو احتفال، وكل ما هيطلع الكارت ده، معلش مضطرة ان انا اقول الكلمة دي يا جماعة، اللي مش شكة ان في علاقة، ان شريكها في علاقة تانية او في خيانة مع حد تاني، ابوكي ما تسمعيش القراية دي خالص، اديني بقول والموضوع متسجل عشان نرجع للفيديو تاني. اللي ما عندهاش شكوك او ما مسكتش حاجة او ما عندهاش اي سبب انها تشك في شريكها، ارجوكي تجاهلي الكارت ده خالص. اللي عندها شكوك او اللي مسكت حاجة بالفعل في علاقة ثلاثية، وفي صبر وانتظار، الحوت قاعد صابر ومستني يشوف ايه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي. The Wheel of Fortune، في خير جايلك كتير يا حوت انت كنت مستنيه، متأخر عليك، حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصل لك المردود بتاعها، هيبتدي يوصل لك دلوقتي، او خير عملته في حد زي ما قلت لك ان شاء الله بيترد لك. شايفة عمل جديد للحوت، الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد، الناس اللي بتشتغل اما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة، او هيغيروا جوه شغلهم، هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل، او بس في تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات. هنا بقى في تطور مادي ان شاء الله للبرج الحوت، في حالة مادية بتتطور باذن الله، وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. انا يعني في ده، دي الغموض، the high priestess، دي الغموض، في حاجة غامضة كانت عن غامضة عن الحوت هتتكشف له، هيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة هتبان، يعني سر بيتعرف للحوت. هنا في قيادة شوية برضو للحوت في مجال العمل، ايه نهاية العلاقة الثلاثية دي؟ ده سؤال كويس. طيب هنشوف. عنده قيادة في العمل، ماشي بمبدأ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت، وفي شخص قدامك يا حوت بيحميك، واقف يعني واقف لك حارس. القطة دي بس أنا دايما بشوف إن القطة دي أم، يعني أمهاتكم واقفة لكم حارس إنه ما فيش حاجة تأذيكم أو حاجة تضركم. هلخص القراءة بسرعة، في تطور، في عجلة حظ بتدور بإذن الله ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا، في خير جاي لك يا حوت، حاجة أنت كنت مستنيها بقالك فترة إن شاء الله هتجي لك دلوقتي. في تغير في العمل، العمل بيتغير، إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل، أو بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة، أو بتغير ديبارتمنت، وفي تطور في الحالة المادية وحالة أمان الحمد لله. العمل عندك ماسك قيادة، في قيادة عندك في الموضوع، ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف، يعني الاثنين مع بعض عامل ميكس حلو جدا جدا، وقدامك حد بيحميك. في سر هينكشف للحوت، the high priestess، الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما، مركز وعمال عايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه، مش شايفه كده وخلاص، لا عمال يحلله، يعني داخل جوه كده بيحلله.
زي ما قلنا في اول الشهر التطور المادي كان بطيء شويه، ان شاء الله يعني باذن الله يتغير الموضوع ده، فنحاول ايه التطور المادي هو الحمد لله احمدك يا رب، فنحاول ان احنا ايه نظبط مصروفنا شويه. زي ما قلنا علاقه ثلاثيه او احتفال، الحوت بيمر بعلاقه ثلاثيه او بيحتفل بشيء، وشايفه هنا صبر وتضحيه وانتظار. قرايه هي مقارنه باللي فات يعني مش قد كده، بس هي قرايه برضو حلوه جدا جدا جدا. وجد صنعتي بهجة وأمل كتير جوايا طاقة إيجابية. الحمد لله يا باسم، بشكرك جدا جدا. أوكي كده احنا فاضل لنا بسم الله صح، أشكرك يا عبد الحي، مرسي مرسي. هنشوف بقى إيه الحالة العاطفية بتاعت المرحلة الثالثة، أخبارها إيه، ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله. ولا حد هيعرف سر عن الحب. انا شايفه ان الحوت اللي هيعرف سر، يعني انا مايله لده اكتر جدا في حياتنا، بقيتي جزء من حياتنا وجد في. الله يا مريم يا حبيبتي، وانتوا على فكره كمان مش انا بس، يعني انتوا كمان جزء كبير من حياتي خلاص دلوقتي، انتوا ما ينفعش خلاص، حياتي مش هتكمل من غير لايف بعد كده. ما شاء الله عليكي، فعلا كلامك صحيح، بشكرك يا كوكو قوي قوي، ربنا ان شاء الله يعني ما يحرمناش من بعض ابدا ابدا ابدا، وحركه فيسبوك دي ما تتكررش تاني. لا موزارت ده كده هنتخض. اوكي الف قبلة مني، بشكرك يا رضا جدا. ليه يا فاطمه مرة بحضر ليكي، مايا منوراني يا حبيبة قلبي، نورتي اللايف نورتي اللايف، يا رب يكون عجبك. الناس الجداد يا جماعة بليز اللي عجبهم اللايف دوسوا فولو للصفحة، لايك وفولو عشان تشوفوا التصويتات، احنا بنصوت لكل برج، وتشوفوا اللايفز اللي جاية ما تفوتهوش، ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايف. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة والأخيرة لبرج الحوت. الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصوره دي للعيله، صوره سعيده، اب وام مترابطين وحابين بعض وبيراعوا بعض، واطفال بتلعب وحاجه، يعني عايز الصوره دي، المدينه الفاضله اللي هو عايش فيها دي، وبيعمل على الموضوع ده، بيعمل ان هو الصوره دي تبقى تتحقق بالفعل. عايز برضو قوه اكتر، عايز يكون اكتر صلابه، عايز يكون اكتر صلابه واكتر قوه. الحوت برضو يا جماعه يعني حنين قوي، يعني عنده لين جدا، فعايز يكون اقوى شويه، يكون جامد. يعني انا مثلا ببقى ضعيفه قدام ولادي، ساعات بضعف قدامهم، بيبقى عايز اقول اجمدي شويه انشفي شويه، هو ده بالظبط اللي انا عايزه اوصل له. الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتطور ماديا، شايفه بيتطور، وشايفه لامم العيله حواليه، اهو تطور مادي ولامم عيلته حواليه، برضو نفس الموضوع، ماشيين في نفس السكه مع بعض. الطاقه فيها تهنئه، الناس عماله تهنيكوا، اما على نجاح، على علاقه ناجحه او على شغل ناجح، في حاله تهنئه والناس بتهنيكوا. الشريك عايز ايه؟ الشريك نفسه، لا الشريك تعب، واضح انه في تعب جديد شديد عند الشريك، تعبان هنا، محتاج روحانيات اكتر، حياته بقت مليانه حاجات ماديه كونكريت كده، يعني حاجه صلبه، عايز حاجه اكثر هدوء واكثر يعني اكثر روحانيه، ونفسه يرتاح، عايز ينام، محتاج ينام، محتاج يرتاح، ممكن يكون تعبان جسديا. شايفك ازاي؟ شايفك ناجح، شايفك ناجح، وشايفك ناجح في كل حاجة، اكتمال دائرة، مكمل، عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله، بيرفكت بيرفكت. لا حاجة حلوة قوي قوي قوي. الطاقة دلوقتي حب غير مشروط،
في مولود للي عايزين مواليد وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. في حاله لا حب غير مشروط، حاجه ما شاء الله حلوه جدا جدا. هنا في حاله من السبونتينيوس كده، عفويه، ما بنفكرش قبل ما نتكلم، نتكلموا براحتكم، مغامره وشكل فيه سفر كمان. مش شرط تكون سفريه سفريه شغل او حاجه، لا ممكن يكون في سفر لمجرد السفر. واحنا داخلين على اجازات دلوقتي، اجازات نص السنه، فعلا في مناسبه بيرفكت، يلا بقى خدوا بريك ونطلع بقى نسافر في مكان. دي قرايه حلوه قوي 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 للحوت، بسم الله ما شاء الله. القرايه دي يعني مش عارفه، حاسه انها لايقه على المجموعه الثانيه اكتر، سبحان الله. يا جماعه بصوا اسمعوا فعلا، ما حدش يسمع المجموعات، احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف، انما مش شرط كلهم حوت، كل المجموعات حوت. انت هتسمع وهتشوف اكتر مجموعه ماشيه معاك ايه، ما تمشيش على حسب مجموعه تاريخ ميلادك خالص. الحوت عايز صوره العيله السعيده البيرفكت، الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا، اب وام مترابطين وحابين بعض، عايز يكون اكثر قوه واكثر صلابه، شايف شريكه بيتطور ماديا، الشريك محتاج اكثر هدوء وحياه، اقل صخب واقل واكثر هدوء، محتاج يرتاح شويه لان جسمانيا تعبان. الشريك شايفك يا حوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على اكمل وجه، الطاقه ما بينكم فيها علو شأن وفيها مباركات، ناس بتبارك لكم. في هنا The Empress، الحالة برضو الجنسية عندكم كويسة جدا، نشطة جدا، وحب غير مشروط، وممكن يكون فيه كمان حمل، دي بتاعة الخصوبة The Empress، كارت جميل جدا. في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك وبين شريكك يا حوت، وإن شاء الله كمان باين إنه في سفر أو تغيير مكان، حتى ممكن يكون هتغيروا بيت. ما شاء الله قرية جميلة جميلة للحوت، الحمد لله ختامها مسك ديسمبر، الحمد لله، وإن شاء الله يا رب تظبط القرايات. علي تفضل، أهلا بيك، تفضل، إيه سؤالك؟ طيب إحنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة اللي كسبت معانا النهاردة. أوكي تمام، هي كمان بعتت لي، خلاص تمام، يلا حبيبتي تعالي. ريه ميم، تاريخ الميلاد 1/8، ده انت اسد. فين بقيت السؤال؟ انت عايزه علاقه عاطفيه، تمام ماشي، حلو قوي. اوكي دي بس دقيقة فنط. شيرين انا بقرا كل يوم، يوم لا، بعمل لايف ستريم، وكل لايف بقول فيه برج واحد بس، والاختيار بيتم عن طريق التصويت، فاحنا النهارده معانا برج الحوت لانه كسب في التصويت، ان شاء الله هنقول اسد قريب جدا جدا جدا. اوكي طيب، هو معلش يا ولاء، ممكن بس تساليها او انا هسالها؟ قولي لي حبيبتي، ردي عليا بقى في الرسائل، انت معانا على اللايف، هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه؟ الدنيا مش تمام يعني؟ هبتدي القرايه. انت عايزه ايه؟ انت عايزه باب رزق جديد، عايزه الحاله الماديه يكون فيها تطور اكتر من كده، زي ما قلنا الكارت ده، اما انت عايزه تعملي حاجه معينه والفلوس معاكي مش مكفيه، او معاكي فلوس ومش عارفه تعملي بيها ايه، تصرفيها ولا تستني شويه.
بس واضح ان الحاله الماليه عندك عامله لك شويه ايه زعزعه كده. شايفه شريكك ازاي؟ شايفه شخص طموح، شايفه شخص ذكي، بيعرف يتصرف، وممكن يكون قد المسؤوليه كمان، شخص قد المسؤوليه. الطاقه ما بينكم موقف صعب او زواج، either or، وانت ادرى موقف صعب او زواج، يعني يا ده يا ده. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يكون اكثر قوة. ايوه، طب هو ساعد صاحبه وساعد يحبه.